عظمتنا، الهوية المصرية، كلام كده كبير ساعات بنقوله، بس الحقيقة لما بننزل لأرض الواقع بنعرف ان الحاجات دي شويه بقت بعافيه. يعني فكره المواطنه، فكره ان وجود هويه مصريه وكل واحد بقى متمسك بجذوره، يقول لك بقى الفراعنه دول اجدادي واحنا اولاد الفراعنه، والكلام اللي بيتقال الكبير ده ممكن نقوله بس مش حاسين بيه وشاعرين من جوانا بانكسار، او ممكن اوقات نكون مهزومين نفسيا. ازاي نشعر ان احنا لنا اصول وجذور واحنا بنحب البلد دي وعندنا استعداد نقدم لها واحنا فعلا اولاد الفراعنه، الناس اللي صنعوا تاريخ وصنعوا حضاره عظيمه من الاف السنين. معانا النهارده اسمها مبادره حورس ينتصر. واشمعنى حورس واخد اسم المبادره وننتصر في ايه؟ ده اللي هنحاول نعرفه دلوقتي ونسال اسئله كتيره. بس اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي بيشرفني، البشمهندس ماجد الراهب، رئيس الجمعية المصرية للحفاظ على التراث. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، منورنا. تعيش، ربنا يخليك. اشمعنى حورس؟ اشمعنى حورس؟ حورس في التاريخ المصري القديم كان له مكانة كبيرة جدا. ومن معنى الاسم، هو حورس اسمه أصلا حيرو. والاس دي اتحطت لما طبعا دخل الرومان، كانوا بيحطوا اس زي أثناسيوس، كيرولوس، يعني كل حاجة تحط لها إس، فحطوا إس الحورس. لكن هو أصلا حيرو. حيرو معناها الناظر من فوق، وهو بيمثل الصقر. الصقر دايما بيطير على ارتفاعات عالية قوي. فالمعنى اللي ورا اختيار حورس، اللي ناظر من فوق، يعني اللي شايف مصر كلها وهو اللي بيحرسها. حورس ارتبطت بيه انتصارات كتيرة، عشان كده سميت المبادرة حورس ينتصر. هناك طريق اسمه طريق الانتصارات. الطريق ده في الفرمة، في البوابة الشرقية لمصر، اسمه طريق حورس. الطريق ده مهم جدا، شاف أمجاد كتيرة لمصر، شاف انتصارات كتيرة لمصر. غير كده كمان انه طريق حورس دوت دخلت منه العائلة المقدسة، ولما دخل الإسلام وفي الأربعينات والخمسينات كسوة الكعبة كانت بتطلع منه، كانت بتنتج في الخرنفش وبتروح الكعبة عن طريق حورس اللي هو من الفرم بالجمال اللي هو المحمل بالظبط. الكلام ده فضل لغاية سنة 54، لغاية أما حصل خلاف بين عبد الناصر وبين السعودية، فمرضوش يستقبلوا المحمل. والغريب انه في السنة ديت الشعب اصر انه يعمل احتفالية، يعني الشعب اصر انه المحمل يطلع من الخرنفش ويروح لغاية الفرمة بالزفة بالجمال بالمحمل، وما راحش السعودية، يعني رجع تاني، لكن الشعب اصر انه الاحتفالية تعمل. عشان كده طريق حورس أو حورس له مكانة كبيرة في مصر، وزي ما قلت هو بيشير إلى الانتصارات. وإحنا محتاجين قوي إن إحنا ننتصر على كل الأفكار الدخيلة اللي دخلت مصر. إحنا محتاجين نرجع لفجر الضمير، فجر الضمير اللي ظهر في مصر. محتاجين نرجع الانتماء لمصر، ولادنا اللي بيضحوا بحياتهم ويهاجروا في البحر، ولادنا اللي بقوا رافضين كل حاجة، أو بقى فكرة بقى عنده يأس أو الدنيا ضلمة في وشه، يعني بالظبط. ممكن يكون من أجل مشاكل حقيقية على أرض الواقع، وممكن يكون كمان بشعر ساعات إن إحنا بنصنع، إن بنحط نفسنا في بوتقة كده، أو يعني في حاجة ضلمة كده، ونقعد نقول أدي شفتوا اللي حصل لنا. طبعا يعني مش هنقدر نبرر حاجة، لكن في بدايات السبعينات بعد انتصار أكتوبر وتحديدا 74-75 ابتدى يتغلغل الفكر الوهابي مصر. صح، تمام. بمساندة السادات، صحيح، علشان يقاوم الشيوعية، كان ده فكره يعني. لكن للأسف هو
يعني رجعنا ورا كتير قوي. ومضت الشيوعية وظل الفكر الوهابي متمكن ويزداد. طبعا الفكر الوهابي للأسف دمر كتير من الهوية المصرية. أنا مش عايز أقول السادات بس، ده كمان من أيام عبد الناصر. يعني عبد الناصر لما يشيل اسم مصر ويحط الجمهورية العربية المتحدة، ما ده هو أول واحد حط البذرة يعني. صحيح، اللي هو الهوية بتاعتنا بالظبط. عشان كده احنا محتاجين نرجع تاني هويتنا، نرجع لتقاليدنا وعاداتنا، نرجع لمصريتنا. المصري اللي هو بيخاف على بلده، اللي هو بيفتخر انه مصري، يعرف حورس ويعرف يعني ايه ان احنا عندنا سبق كبير قوي قوي قوي. وحضرتك تقدر تاكد لنا ان احنا هويتنا مش عربية، احنا هويتنا خالص مصرية. طبعا احنا اصولنا مش عربية، احنا اصولنا مصرية. ده مش تعصب ولا حاجة ولا اي حاجة، ده تاريخ. كل كتابات يعني الناس المفكرين، طارق حجي وكل الناس الكبار اللي هم اتكلموا في القصة ديت، كلهم طبعا بيأكدوا ان احنا مصريين، ما لناش علاقة بالعرب خالص. صحيح. الغريب بقى انه ازاي في الكام سنة اللي هو من السبعينات لغاية اوائل او يعني لغاية الالفين او ما بعد سنة الفين يتغير الفكر المصري نتيجة هذا الغزو الفكري الوهابي. انا يمكن اكتر واحد الموضوع ده كان قلقني، وقعدت احلل وقعدت يعني احاول اشوف ايه اللي اتكتب في الفترة ديت وليه. فلقيت ان هم لعبوا على حاجة مهمة جدا. اولا الفئة اللي هي مش مثقفة، وتاني حاجة لعبوا على موضوع الدين، وده اخطر حاجتين تلعب فيهم في دماغ اي حد. طبعا بعد الانتصارات اكتوبر وبعد الانفتاح اللي حصل، ابتدى الدول العربية تستقبل مصريين، خصوصا الطبقة العاملة اللي هي الطبقة اللي مش مثقفة. صحيح. وفي نفس الوقت ممكن قوي تغير مخها باسم الدين. صحيح. وده اللي حصل فعلا. ابتدت الناس من القرى والريف يبتدوا يروحوا السعودية بالظبط عشان يشتغل، يجيب قرشين ويجيب مروحة وهو جاي، وده مش طريقة بس هو ده اللي كان بيحصل. صح صح. عشان ويروح يجيب بقى جهاز ولا حاجة ويرجع مصر. رجع بقى بجلابية قصيرة اللي هو زي بقى مش مصري خالص، وفيهم اللي ربى دقنه، وفيهم اللي وده الأخطر بقى، إنه ابتدى يفقد العرض اللي هو الأرض. تملي الفلاح أو الصعيدي الأرض عنده هي العرض. صحيح. فابتدى يستغنى عن الأرض، فيعمل إيه؟ يجرفها، يبيع الطمي طوب ويطلع مبنى خرسانة علشان هو رجع مع قرشين. ومن هنا ابتدت نفقد هويتنا، لأنه مصر زراعية. وطول عمرنا مصر أرض زراعية. أي. لما نبتدي الفكر ده يتغير، زراعة إيه وبتاع إيه، أنت معاك قرشين دلوقتي مش محتاج إنك تزرع وتقلع، ولادهم ابتدوا يصفروهم برضو، روح هات لك قرشين تعالى جرف أرضك اعمل مبنى خرسانة. الله، طب هتاكله ازاي؟ مش مهم، ما احنا معانا فلوس. وابتدت المشاكل تتراكم، الفكر بتاعنا يتغير يتلوث. ابتدوا يشجعوا الزيجات، انه تعدد الزوجات. مع انه ده ما كانش موجود في مصر. فوجئنا ان احنا بقينا من 10 مليون بقينا 100 مليون. طب ال 100 مليون دول مؤهلين انهم يديروا بلد في حجم مصر؟ لا، للاسف ما فيش. هو ده اللي خلاني افكر في حكايه حورس ينتصر، اللي هو اول نقطه. تمام. الهويه المصريه. المبادره مين معني بيها باشمهندس ماجد، وازاي بتقدروا توصلوا له؟ انا ابتديت موضوع المبادره على صفحتي على الفيسبوك. تمام. ففوجئت انه
ناس كتيرة قوي من رموز المجتمع بعتت لي قلت لي احنا معاك. عشان كده احنا هنعمل اجتماع بعد عيد الاضحى باذن الله يوم 4 سبتمبر في احد القاعات، وهيبقى كل الرموز المجتمع اللي هم متحمسين للفكره هندشن هذه المبادره، وكل واحد هيطرح فكره نبتدي ازاي ونعمل ايه. الموضوع طبعا مش سهل، وحتى في ناس بعتت لي قالت لي انت يعني انت بتحلم. واللي بعت لي انت بتحلم يا باشمهندس. ايوه اي. واللي قال لي انت بتنحت في الصخر ومش عارف ايه طبعا. وطبعا في كم احباط كبير في المجتمع، لكن لو كلنا اصبنا هذا الاحباط يبقى مش اكيد مش هنعمل حاجه. تمام. البدايه فين؟ هل التعليم في مصر محتاج يعني مراجعه زي ما بيحصل دلوقتي دكتور طارق شوقي الحقيقة بنشوفه بيشتغل يصيب او يخطئ في المستقبل، بس هو الراجل بيشتغل يعني، فهل التعليم ليه دور في المبادره بتاعت حضرتك؟ طبعا. وايه اللي ممكن يحصل؟ التعليم ده محور هام جدا في المبادره، واحنا يعني من ضمن الاقتراحات انه هنعمل كتاب في تاريخ مصر، التاريخ الحقيقي بقى مش التاريخ هو في بتحط. تاريخ في تاريخ مسلوق كده او يعني مش تمام يعني؟ هو في تاريخ اللي هو يرضي السلطه او يرضي جميع الاطراف او تاريخ توافقي يعني؟ يعني لكن مش تاريخ حقيقي. فاحنا عايزين نعمل كتاب يصلح لكل المراحل، يعني مرحلة ابتدائي اعدادي ثانوي كبار، وفي احد رجال اعمال متبرع انه هو يطبعه على حسابه بس ناخد الموافقة انه يتوزع في الوزارة. مع انه احنا هنبتدي نطالب انه لازم مناهج تتغير، ده لازم. الكتب هتبتدي تتلغي، منهج هيتحط على تابلت مش عارف ايه، كل ده حلو جدا. لكن الاصل فين؟ احنا بندرس ولادنا ايه؟ كتب ايه اللي المفروض تتغير؟ عندي التاريخ لازم يتغير، الجغرافيا لازم تتغير، الادب لازم يتغير. يعني انا لما اجيب الشعراء العرب وادرسه لاولادنا وما درسي امل دنقل وصلاح عبد الصبور صحيح. عيب. صحيح. عيب قوي يعني. ادور على تاريخ مش عارف الدول العربيه ايه، طب فين تاريخ مصر؟ فين الحقبه القبطيه في تاريخ مصر؟ الحقبه اللي هي المنسيه تماما. تمام. انا يعني حضرتك يعني لمست الوجع لما تقول ان احنا بندرس شعراء العرب وشعراءنا المصريين يمكن ربما ما نعرفش عنهم بالزبط. حاجه، وبندرس كمان الافكار بتاعه العرب في العصور القديمه او الشعر الجاهلي الشعر الجاهلي، وقد ايه الشعر عنده كان مرتبط غالبا بالجنس، يعني ما يقول لك كانت تمشي كما يمشي الطين الفيلو في الوحش، يعني كانت تخينه جدا فهو بيحبها عشان تخينه، حاجات كتير كانوا بيعلموها لنا واحنا في المدرسه. والشعر المصري لا، ما كناش بنيجي عنده، هو ربما احمد ناجي يعني احمد شوقي وخلاص يعني. كانت حاجات يعني شذرات كده. لكن احنا ما حسسناش ولادنا ابراهيم ناجي، انا اسف ابراهيم ناجي عشان جبت احمد شوقي بعديها فطلع. ما حسسناش ولادنا بقيمه الجمال اللي موجود في مصر. يعني صلاح عبد الصبور لما يكتب عن مصر، امل دنقل لما يكتب عن مصر، وغيره وغيره وغيره، طبعا القائمه طويله. يعني فين ده؟ يعني احنا بنعمل لهم تغريب، يعني انا بديله مادة بتغربه عن بلده عشان تربطه بحاجة تانية خالص. عشان كده احنا محتاجين كل المفاهيم دي تتغير. هتتغير امتى؟ بكرة، بعده، كمان 10 سنين، كمان 50 سنة. المهم ان احنا ايه نبتدي. لانه أنا أخشى إن الوقت يفوتنا وما نقدرش نرجع مصر زي ما كانت. يبقى هو ده الواقع وخلاص. بالظبط. وعلي العوض يعني. وعلي العوض. إحنا مش عايزين بقى حكاية علي العوض، لأنه أعتقد
انه اليومين دول في صحوه وانا حاسس بيها. هناك اخطاء وهناك سقطات، لكن اللي يتعلم من سقطاته واخطائه هو ده المفروض ايه يعني يقف تاني ويقوم تاني. صحيح. انا هكلمك على حادثتين يمكن الربط بينهم غريب شويه. الحادثه اللي حصلت اول امبارح، الراجل اللي راح فجر نفسه في عند كنيسه العطر، انا كنت هناك. يا قبل ما يمشي يمكن بنص، قبل ما يجي هو بنص ساعه، وقبل ما يفجر نفسه بنص ساعه. كان معايا مين عشان نعرف ازاي الفكر بتاع الناس دي فكر مغيب. انا كان معايا مجموعه من اعضاء الجمعيه مسلمين ومسيحيين، تمام، ورايحين دير كنيسه العذراء بمسترد عشان يشوفوا مظاهر المولد اللي هناك والاحتفاليه بتاعه العذراء ويرصدوا ايه اللي بيحصل في هذا المولد. وفعلا المجموعه كانت محترمه جدا ودكاتره الجامعه، وابتدوا يصوروا ويرصدوا ويشوفوا الكلام ده. الولد ده اللي راح فجر نفسه لو كان فكر دقيقه واحده، او لو كان درس في المدرسه ان الموالد اللي بتتعمل في مصر سواء موالد مرتبطه بقديسين او موالد مرتبطه باهل البيت بيزوروها دول ودول، صحيح، عمره ما كان فكر هيفجر نفسه، لانه عارف انه لو فجر في ناس مسلمين اخواته هيتوفوا هيموتوا. صحيح. احنا ما اهلناش هذا الولد كويس، الولد ما تربش تربيه كويسه خالص، ولا في بيت ولا في مدرسه ولا في حاجه خالص. طبعا. لكن هم قدروا يعملوا ايه؟ يغسلوا مخه، يبتدوا يأهلوا له حور العين، وخش فجر نفسك. طب هتكسب ايه؟ ما فكرش. ما هو القصه بقى انه احنا ما مليناهوش بالمصريه، احنا يعني ما ادينا لهوش جرعه يعني ايه مصر؟ يعني ايه مولد عذراء بيحضروا؟ يعني في مثلا المولد في بتاع جبل الطير بيحضروا سنوي حوالي 2-3 مليون. صحيح. فيهم مليون مسلم. وأسيوط كمان. وطبعا بتاع دير المحرقة. وكل الأديرة. يعني دير المحرقة ودير درونكا. ما فيش وعي، احنا ما ربناش الولادنا انه قبول الآخر. صحيح. ما ربناش ولادنا ان مصر هي كده. يعني ما فيش حاجة اسمها مسلم مسيحي، ما كانش في حاجة تفرق بيننا، بيوتنا كانت مفتوحة على بعض. وده مش كلام يعني، ده مش مجرد انا كلام بقوله، لا ده حقيقه. ولسه الجيل اللي كان بيعمل كده يمكن في بعضه عايش بالظبط. تمام. ف دي يعني دي ايه جزء، او يعني ده جزء من الصوره. الجزء الثاني اللي قتل انبا فرانيوس، ما هو برضه سلفي. انا مش يعني هقول بقى احنا ندعي للتوبه والكلام اللي عمال يتقال في السوشيال ميديا، اسف، ده المفروض يتعدم 10 مرات، مش عشان راهب او جد له مبررات اطلاقا. ده عنده نفس فساد الفكر العقلي بتاع الولد اللي راح يفجر نفسه في مسترد. انه راهب ولابس جلابية راهب ويروح يعتدي على رئيسه او يعتدي على اسقف او يعتدي على اب من الاباء الدير، كانتش في مصر. ده الاخر ما درست حاجه عن مصر. ده ما يعرفش حورس. ده اللي هو وائل بالميلاد، والولد اللي هو بتاع مسترد. بس هو في فرق صغير اقول لحضرتك، يعني اتفضل، ان هو الراهب اللي قتل هي جريمه قتل ملهاش دعوه بافكار. يعني حتى الناس اللي قعدت تروج ان ده اصله في اتباع ابونا متى المسكين واتباع البابا شنوده، ولا يعني اكاد اجزم ولا ارى كتاب لده ولا ارى كتاب لده. انا بقول لحضرتك من منظور فكري انه العنف ما كانش في مصر. انا بتكلم العنف طبعا. وايه ويعتبر ده واحد يعني تربى في دير للاسف، فحته العنف دي ما كانتش في مصر خالص. صحيح. يعني المصري عمره ما كان بيلجأ للعنف الا في حالات الدفاع عن النفس او صحيح او ضد اعداء او كده يعني. فبقول لك ده ما عرفش حاجه عن حورس، وده ما عرفش حاجه عن حورس. صحيح. او ده ما يعرفش كمان حاجه، ده ما عرفش حاجه عن ربنا، وده ما عرفش حاجه عن ربنا. بالظبط. خلينا نقولها كده ماشي. رزقنا على الله. انا مش يعني انا مش عايز ادخل الدين برضو، انا عايز ادخل الدين في الموضوع، لكن الجريمه
ملهاش علاقة بربنا يعني. ما تربطليش جريمة بربنا يعني ملهاش طبعًا علاقة بربنا. أنا الله يعني معلش أنا الجريمة أنا بستغرب اللي عمالين يوجدوا مبررات لهذا الراهب، وللأسف الميديا يعني مليانة بهذا التبريرات. لا مش كده مش كده. لا تدينوا لكي لا تدانوا، اشمعنى احنا بنستعملها دلوقتي يعني؟ يعني طب ما الآية دي ما ممكن نستعملها للدواعش اللي قتلوا ولادنا في المنيا، طب ما برضو نفس الحكاية، ما يمكن ربنا يتوبوا في أي لحظة ويخشوا الملكوت هم كمان. صحيح. فيعني مش عايزين نجزأ الفكر. لكن باشمهندس ماجد احنا محتاجين ايه في الفترة اللي جاية؟ محتاجين كلنا نشترك. يعني هي مشكلة المصريين ان احنا كلنا بننقد حلوة قوي وكلنا حاسين باللي احنا فيه قوي، لكن محدش بيتحرك. محدش بيقول لواحد بيرمي ورقة في الشارع كده غلط. محدش بيعلم ابنه انه الكيس بتاع الزبالة اللي انت رايح ترميه على الرصيف ده له مكان تاني خالص. زي ما بتحافظ على نظافة بيتك حافظ على نظافة شارعك. الناس اللي شوهت تمثال اسماعيل في الاسماعيلية وجابوا نقاش عمله، دول ما يعرفوش حاجة عن مصر. صحيح. ما يعرفوش حاجة عن اسماعيل. ويمكن دي من ضمن المبادرات اللي هنبتدي بيها، مبادرة حورس، تجميل حي رود الفرج مع رئيس حي احنا قعدنا معاه واتفقنا. رود الفرج شبرا. انه هنبتدي اعمال تجميل مدروس لحي رود الفرج يعبر عن مصريتنا ويعبر عن عراقة الحي. حلو قوي. برضو من ضمن المبادرة ان احنا ابتدينا ان احنا بعتنا لمجلس الوزراء انه العاصمة الادارية تتسمى بمدينة حورس. مدينة حورس؟ فيش حاجة اسمها العاصمة الإدارية يعني. لا ما هو الاسم هيتغير، ده حاجة، دي حاجة أكيدة. وهم حتى عاملين مسابقة إن اللي هيعمل لوجو كويس ويعمل مش عارف مسابقة بمليون جنيه أو حاجة كده، فهو الاسم كده كده هيتغير، فيش حاجة اسمها العاصمة الإدارية. فاحنا بعتنا إنه نلحق بقى قبل ما يحطوا اسم أي اسم يعني، إنه تبقى حورس. حورس؟ ويا ريت يعني أنا محتاج طبعا دعم. احنا ابتدينا نعمل حملة انه تبقى اسمها مدينة حورس. ايضا هيبقى في حملة لتغيير اسماء الشوارع اللي انا مش عارف، احنا بنفرح قوي بالمعتدي يعني، نسمي شوارع بلادنا بناس معتدين. ايوه العزيز بالله. سليم الاول. صايم الظهر اللي كسر تمثال ابو الهول. اعتقد تومومباي برضو عليه مشكلة. تومومباي طبعا يعني كل القطز. يعني سفاحين بنسمي بيهم اسامي بتاعتنا. وفيهم مش وسايبين مصري وفيهم مش مصريين، ما اغلبهم طبعا. وسايبين تاريخنا احنا يعني. صحيح. سايبين مينا موحد القطرين، سايبين كيمت، سايبين حورس، سايبين ايزيس وزوريس. طبعا جدا لما الاقي برضو شوارع خاصه مثلا في منطقه المعادي يقول لك شارع 18 شارع 19 شارع، لا احنا عندنا اسامي حلوه ممكن تتعمل. طب ده انا هقول لك بقى يعني الانكى من كده، انه مثلا شارع زي عمر طوسون يتشال ويتحط بداله حاجه اسمها ابن عمرو الله الفضلي، ابن فضل الله العمري. مين يعرفه ده ابن فضل الله العمري؟ عمر طوسون ده له ايادي بيضاء كثيره جدا على مصر. الراجل كان مثقف جدا، وكان هو السبب في انشاء حي رود الفرج مع جده اللي هو محمد علي. من حوالي يمكن 10 12 سنه لما اتغير اسم ميدان تريامف، انا حتى مش فاكر صدقني الاسم الجديد، بس الناس مش قادره ما تقولش غير ميدان تريامف بمصر الجديد. تريامف اعتقد معناه النصر. طبعا له تاريخ طبعا. لا هي حته يعني، ان احنا لا نسمي ملك فهد عشان مش عارف ايه، نسمي اسماء غريبه كده مش بتاعتنا. طب ليه يعني؟ صحيح. ليه ما يعني ده كله بيساهم بشكل او باخر بدعم الهويه المصريه اللي حضرتك تقصدها. بالظبط بالظبط. انا لما ابتدي الناس تفوق يا جماعه صائم الظهر ده مش شيخ ولا حاجه يعني، ده كان غريب عن مصر وجه اول حاجه عملها راح خابط تمثال ابو الهول. ازاي اسمي شارع باسمه؟ هل احنا درسنا ده لاولادنا؟ طبعا ما درسوش حاجه. لا وما نعرفش احنا كلنا شارع ايه شارع كذا، ما بندقش يعني في قيس على ذلك بقى حاجات كتيره يعني. اعتقد انه كل شويه هتفتح لنا حاجات. عشان كده
المبادرة محتاجة انه مش نقول لايك على العنوان، لا، اللي هي تتفاعل بشكل واقعي في الشارع المصري. بالضبط. تمام، انا بشكرك جدا باشمهندس، وان شاء الله نشوف تفعيل لمبادره حضرتك وننزل نصور. انا اتمنى طبعا تيجوا تصوروا الشغل اللي هنبتدي نشتغل بيه في روض الفرج، هديكوا خبر يعني باذن الله، ويبقى نبين للعالم ان احنا ازاي نرجع تاني لهويتنا، وازاي نعتز بمصريتنا، وازاي حورس ينتصر. أمين. بشكرك جدا باشمهندس ماجد الراهب، رئيس الجمعية المصرية للحفاظ على التراث. ألف شكر وصباح النور. شكرا جدا يا فندم. ونروح لآخر فقرة مع حضراتكم، فقرة الصحافة الدنيا فيها إيه. وأثناء الفقرة هنطلع هوا من الأرصاد الجوية، نعرف حالة الجو وأخباره إيه اليومين دول، بس بعد الفاصل.